السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. ان شاء الله النهاردة هنعمل لكم وصفة جميلة، وصفة جديدة للشعر. الوصفة النهاردة يا جماعة عبارة عن، ان شاء الله هنقولها لكم، بس قبل ما نخش الوصفة يا جماعة يا ريت كلكم تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني كده يا جماعة كلكم بلايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصلوا كل جديد، ومشاركة يا جماعة بين اصحابكم كده علشان الفيديو ينتشر واصحابكم كلهم يستفيدوا من الفيديو. تمام، يلا يا جماعة كده نشوف الوصفة النهاردة بتاعتنا فيها ايه. الناس اللي هي بتشتكي من اكلان في فروة الراس او في قشرة في الشعر او التساقط الشعر، الناس برضو اللي هي بتشتكي من ان الشعر ما بيكبرش معاها بسرعة، الوصفة دي ان شاء الله يا جماعة النهاردة هتعالج كل المشاكل ديت. جربوها وبإذن الله هتبسطكوا جدا وهتستفادوا منها. يلا يا جماعة نبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوفها متكونة من ايه او هي عبارة عن ايه. انا اول حاجة معايا زي ما انتم شايفين دول معلقتين ملح، دولت ان شاء الله اللي هيبقوا الحاجة الاساسية في الوصفة بتاعتنا. دول يا جماعة معلقتين ملح من البيت، ملح عادي، يعني الوصفة بتاعتنا ان شاء الله مش هنحتاج اي حاجة من بره ولا هي هتكون مكلفة ولا حاجة. تمام، انا كده معايا يا جماعة المعلقتين الملح، ومعايا بولة صغيرة كده فيها كوبايتين مية. دول يا جماعة كوبايتين مية اللي انتم شايفينه قدامكم دولت، ودول معلقتين ملح. هحاول ان انا انزل الميه على الملح، هقلب الملح كله كده في الميه، وهحاول ان انا ما اسيبش اي حاجه في من كميه الملح ديت، هحاول ان انا ابوش الملح كله في الميه. هنحاول يا جماعه ان احنا ما نخليش اي ملح خالص في قلب الميه، هنبوش خالص كده ما نسيبش اثر للملح خالص في الميه. خلاص كده الملح باش معانا اهو، مفيش اي اثر للملح خالص في الميه. ان شاء الله برده هقول لكم ان الملح ده يا جماعه بيعمل ايه للشعر. كده خلاص ما عادش اي حاجه خالص في قلب الميه. بعد كده يا جماعه انا معايا الشامبو اهوت، اي شامبو موجود عندك، مش لازم نوع شامبو معين يعني او اي شامبو محدد، لا ممكن اي نوع عندك شامبو كويس انت بتستخدميه ممكن تستخدميه في الوصفه ديت. انا هاخد حوالي معلقه شامبو. دي يا جماعه حوالي معلقه شامبو اهيت، هحاول ان انا ابوشها في الميه اللي احنا حاطين عليها الملح، واحاول يا جماعه ان انا ابوش الشامبو مع الميه. على اساس ان هما يتجانسوا مع بعض هتحس ان الميه تقلت معاكي اكنك انت حاطه عليها نشا. حاول يعني اخلي الشامبو يتجانس مع الميه كلتها كده، اقلب لغايه ما كله يتجانس مع بعض. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معانا اهيت، اهي تحس حتى ان هي يعني زي ما تقول تقلت معاكي كده، او زي ما تكون بقت عامله زي ما تكون لزجه شويه. ده كده خلاص الوصفه جهزت معانا. انت وانت بقى يعني بتاخدي شاور او حاجه ممكن تغسلي بها فروه راسك، اعملي الموضوع ده 3 مرات في الاسبوع، ده بتبقى كويس جدا. على اساس الناس اللي هي بتشتكي من القشره او اكلان في الراس او في جلده الشعر او عندها حساسيه، الكلام ده كده ان شاء الله الوصفه دي يا جماعه بتعالج كل المشاكل ديت. لو انت حاسه ان انت نمو شعرك ضعيف او شعرك خفيف مش بيكبر بسرعه، ده ممكن ان انت تستعملي الوصفه دي، كويسه جدا. يا جماعه جربوها حوالي 3 مرات كده في الاسبوع، ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه كويسه جدا. ما تنسوش بقى يا جماعه لو الوصفه عجبتكم ان شاء الله تشجعوني بلايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس، وان شاء الله علشان يوصلوا كل جديد. وما تنسوش يا بنات تعملوا شير مع اصحابكم علشان كل يستفاد من الوصفه ديت ويستفاد من كل جديد ان شاء الله هنقدمه لكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واتمنى يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.